ملتقى المصالحة بنالوت يختتم فعاليته وسط خلافات حادة، والمخزوم يقول إن الاتفاق السياسي هو الفرصة المتاحة. مقتل أحد أفراد القوة الثالثة وإصابة آخر بعد تصادم مع عناصر تنظيم الدولة بمنطقة وادي اللود. طيران حفتر يستهدف مزرعة أحد المواطنين بمدينة درنا دون وقوع أي خسائر بشرية. مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. أكدت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا فرع المنطقة الغربية في بيان لها، أكدت على أن أي جسم سياسي لا يستطيع أن يقوم بواجباته ومهامه في حماية الدولة يكون فاقدا للشرعية وعرضة للمساءلة. وأضاف البيان أن خارطة الحل والمصالحة لا يمكن أن تبدأ إلا من خلال دولة كاملة الأطراف والمؤسسات وفق هيئات إدارية واضحة المعالم. وأشار البيان إلى أن ثروة الليبيين ومقدراتهم اختصاص المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا بحسب البيان. اختتم ملتقى المصالحة والوحدة الوطنية تحت شعار نتسامح نتصالح من أجل الوطن، وذلك بقاعة المجاهد عمر عسكر بنالوت وسط خلاف داخل القاعة وقراءة بيان ختامي قبل موعده المحدد. اختتم ملتقى نالوت للمصالحة والوحدة الوطنية أعماله السبت، والذي بدأت جلساته الحوارية الجمعة بحضور أكثر من 500 وفد من الوفود المشاركة، حيث حظي الملتقى بمشاركة موسعة للقبائل والكيانات الليبية. واختتم الملتقى ببيان مقتضب أعقب مقاطعة من قبل بعض الحضور لكلمة أبو بكر الغزالي مندوب رئيس مجلس النواب عقيل صالح، الذي رحب بالحراك العسكري الحاصل بالمنطقة الشرقية، فيما قال عميد بلدية جادو سعد البدراني إن الخلاف الذي حدث بالقاعة بسبب ذكر المسميات، مضيفا أن هذا ما يرفضه الجميع. هذه الملاسنات أجبرت عميد بلدية نالوت على تلاوة البيان الختامي للملتقى معلنا انتهاءه. البيان أكد على ضرورة الوحدة الوطنية ورفضه للتدخل الخارجي، مؤكدا على تشكيل لجنة لرسم خارطة طريق للمصالحة الوطنية، بالإضافة لدعم البيان لمؤسسات الدولة. على الرغم من غزارة ضيوف الملتقى، إلا أنه لم يفتخر بحضور أطراف سياسية فاعلة، ولم تخرج إلا القليل من ردود الأفعال حوله. كان أبرزها تصريح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة صالح المخزوم، حيث قال إن ما حدث في ملتقى نالوت من شجار وخلاف يؤكد بأن الاتفاق السياسي المنجز بالسخيرات هو الفرصة المتاحة لتوحيد الجهود من أجل بناء الدولة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو مراسل قناة ليبيا بانوراما وسام الزواغي، أهلا بك وسام، وحمدا لله على سلامتك. أنت عائدا لتوك من ملتقى المصالحة في نالوت، أخبرنا عن كواليس ما دار في كواليس هذا الملتقى وما نتج عنه. نعم زميلي معتصم، قبل يومين تم تنسيق لهذا الملتقى. اختلفت عن الملتقيات السابقة بأن قاعات الاجتماعات كانت مصغرة وقاعات كبرى كانت مخصصة لبنود ومحاور طرح المصالحة الوطنية وكيفية تناول هذه المحاور. اختلفت ما بين السياسية وما بين الاقتصادية وما بين العديد من الأزمات التي تمر بها ليبيا في هذه الفترة أو في السنين السابقة. هذه الاجتماعات المصغرة وزعت على العديد من الكليات داخل بلدي نالوت ككلية التقنية الطبية و مدرج معهد المهن الشاملة وقاعات التابعة للمجلس البلدي نالوت. التقينا منذ وصولنا بعميد البلدية عادل عسكر، تحدثنا معه، تكلم عن أكثر من 400 من الوفود القادمة من مختلف مدن ومناطق ليبيا سيتم توزيعها داخل نطاق البلدي نالوت. حقيقة الإمكانيات كانت مسخرة من قبل أهالي نالوت، دعم من المجلس البلدي، الكل مرحب بهذه الفكرة. مناطق الجبل، باطن الجبل، حضور لعمداء بلدية الجبل الغربي، حضور لمن يمثل المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية سبها. دارت هذه الاجتماعات يوم الأمس
على وتيرة تعتبر جيدة، التقينا بالعديد، تحصلنا على بعض التصريحات، الكل مرحب بالمبادرة الوطنية التي قام بها المجلس البلدي نالوت. المحاور التي سيتم تناولها يوم الأمس كانت حول العدالة الانتقالية، تفعيل مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، حول المهجرين في الداخل والخارج، النازحين، حقيقة العديد من الملفات، ملف حقوق المرأة، ملف حقوق الإنسان. كان كل حسب تخصصه. بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني كانت تتناول موضوع النازحين والمهجرين. الآن أرجع بك للذكر بأن هذه الاجتماعات المصغرة كانت مختصة، كل ذات اختصاص. موضوع أزمة الاتفاق السياسي كان مختص بالسياسيين. طيب، العديد من الشخصيات. طيب، في ظل كل هذه الأجواء الإيجابية التي ذكرتها وسام، إذن فيما تمحورت نقاط الخلاف؟ نقاط الخلاف قبل يومين وفي التصريحات، هناك وفد من المنطقة الشرقية يحاول أن يوصل رسالة، شاء أم أبو الجهات الداعمة والجهات الحاضرة، هذه الرسالة ستصل اليوم في ساعات الصباح الأولى. كان من المقرر أن يبدأ المحاور الفعلية للمصالحة الوطنية منذ الساعة 10، حدث بعض التأخير ولكن ليس من طرف المجلس البلدي نالوت. الاقتضاض كما ذكرت لك، الوفود الحاضرة، عملية التسهيلات الأمنية للدخول إلى قاعة خليفة بن عسكر هي سبب التأخير. انطلق المؤتمر حوالي في الساعة 12 ظهر اليوم، تولت الكلمات، كان هنالك ترحيب من كافة الحضور، اجتمع كافة الحضور وكافة الوفود، لكل حسب ورقة العمل المقدم بها، كل حسب رؤيته في المصالحة الوطنية سواء من منطقة الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب. هناك من يمثل منطقة الشرق، الأستاذ أبو بكر الغزالي، هو مندوب مبعوث من رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح، تحدث بإسهاب، خطابه كان فيه وتيرة حادة، الأمر الذي جعل بعض الحضور يردون عليه. حدثت مشاكل فيما بينهم، حدثت ملاسنات، حدث سوء فهم فيما بينهم، تصاعد الأمر، تطور الأمر، جعل اللجان القائمة أن تقف وتنهي هذه المحاور التي يتم استدلالها ويتم استماعها من قبل الحاضرين. بعد هذه المناوشات تكلم عميد بلدية نالوت السيد عادل عسكر عن البيان الختامي الذي سرده اليوم، وبما أنه ذكر البيان الختامي الذي كان سينعقد يوم الغد بناء على كثرة المحاور وكثرة النقاشات، هذا البيان الختامي كان مقتضب، تناول ثلاثة وتلي في غير موعده. نعم، وكان سابقا لموعده. تحدث عن تفعيل مؤسسة الجيش والشرطة، تحدث عن عودة النازحين، تحدث عن تشكيل لجان لاستمرار المصالحة الوطنية، تحدث عن عدم الدخول التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، حتى تصل هذه المحاور إلى بناء لحمة وطنية بين القبائل وبين المدن الليبية التي تحدث فيها بعض النزاعات. نعم، أشكرك على كل هذه المعلومات مراسل قناة ليبيا بن رمى وسام أزواغي، كنت معي هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة صلاح المخزوم أن ما حدث اليوم في ملتقى نالوت للمصالحة والوحدة الوطنية من خلاف وشجار، يؤكده على أن الاتفاق السياسي هو الفرصة المتاحة من أجل بناء الدولة. وأضاف المخزوم عبر صفحته على موقع الفيسبوك أن ما يقوم به مجموعة من مجلس النواب وحفتر وأنصاره من عرقلة لتنفيذ الاتفاق السياسي وقرع لطبول الحرب ليس في صالح أحد، بل إن الحرب التي يدعون لها ويعملون على إشعالها الرابح فيها خاسر على حد قوله. أفادت مصادر مطلعة بالعاصمة المصرية بأن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر اجتمع الجمعة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الفائز السراج في القاهرة. ويذكر أن كوبلر وصل إلى مصر الجمعة قادما من تونس على رأس وفد في زيارة تستغرق 3 أيام يبحث خلالها آخر تطورات الوضع وجهود حل الأزمة السياسية في ليبيا. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الجمعة تأييد بلاده التام لسيطرة القوات التابعة لحفتر على الموانئ النفطية، مشيرا إلى أن حفتر تحرك من أجل الأمن والاستقرار في البلاد وتأمين الثروات البترولية على حد قوله. وشدد شكري في مقابلته مع وكالة الأنباء الرسمية المصرية على دور مصر في عودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق الوفاق من خلال تنفيذ اتفاق السخيرات.
ترأس المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة وفد ليبيا في أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة 17 لحركة عدم الانحياز على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة بجزيرة مارغريتا الفنزويلية. وأعربت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديليسي رودريغيز على خلال لقاء جمعها على هامش الاجتماعات بسيالة عن دعم بلادها للاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق باعتبارها الممثلة الشرعية الوحيدة لليبيا. شهدت الاجتماعات التحضيرية للقمة 17 لحركة عدم الانحياز على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة بجزيرة مارغريتا الفنزويلية مشاركة الوفد الليبي برئاسة وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة. الوزير ألقى كلمة هنأ فيها حكومة فنزويلا لتوليها رئاسة حركة عدم الانحياز للسنوات الأربع القادمة، وأوضح بأن مشاركة ليبيا دلالة على أهمية هذا التكتل. وشملت مقترحات الاجتماع الدعم الكامل من الدول المشاركة في القمة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتباره الجهة الشرعية التنفيذية الوحيدة في ليبيا، وعدم التعامل مع أي جهة موازية أخرى، وعلى وحدة وسيادة الأراضي الليبية. على هامش المشاركة التقى سيالة بوزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغز، وأشار إلى أن المجلس الرئاسي بصدد تشكيل حكومة مصغرة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، حيث أعربت الخارجية الفنزويلية عن دعم بلدها للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، متمنية من مجلس النواب أن يقوم باعتماد الحكومة المقترحة في أسرع وقت. أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة استخرج الجمعة 10 جثث لأفراد من تنظيم الدولة كانوا قد قتلوا في معركة سابقة بمحور الميناء في مدينة سرت. كما عثرت قوات البنيان في أحد مخابئ التنظيم على الرائد عامر البكوش الذي اختطف منذ 7 أشهر، حيث نقل إلى أحد مستشفيات مدينة مصراتة، ومن ثم جرى تسليمه إلى ذويه. وصل إلى مدينة مصراتة عدد من الرهائن الأجانب وخمسة ليبيين بعد تحريرهم من أحد سجون تنظيم الدولة في مدينة سرت. التقرير التالي والتفاصيل. الله أكبر ولله الحمد. ما زالت قوات البنيان المرصوص تحرز النجاحات تلو الأخرى في مدينة سرت لتحريرها من فلول تنظيم الدولة داعش، ولكن هذه المرة لم يكن تقدما فقط، بل كان تقدما مع تحرير رهائن ينحدرون من دول آسيوية، تحديداً من الهند وكوريا، ومعهم رهائن من ليبيا وفلسطين. طبعاً اليوم تم في هذا المؤتمر الصحفي وبحضور الصحفيين كان الفرحة بخروج عدد 11 أسير من داعش، تم تحريرهم 6-5 ليبيين وفلسطيني وثلاث كوريين واثنين من الهند بحالتهم الصحية ممتازة والحمد لله. الرهائن الهنود حسب أقوالهم وعند وصولهم لمدينة مصراتة قالوا بأنهم كانوا في معتقل تنظيم داعش لمدة تزيد عن السنة. أنا أود أن أخبركم أن هذه 3 هنود تم اختطافهم قبل سنة تقريبا. نحن حاولنا كثير، لكن قبل 3 شهور عندما بدأ الحرب نحن حاولنا يعني بصورة يعني كثيرة يعني، ونحن اتصلنا بوزارة الخارجية، وزارة الخارجية بدوره يعني أعطى هذا العمل لمسؤول السيد أبو بكر في مصراتة. قوات التنظيم في سرت بدأت تتهاوى وفكرهم بدأ يتشتت
من قوة الضغط من قبل قوات البنيان المرصوص في معاقلهم الأخيرة. هذا ما قاله أحد الرهائن الليبيين ممن كانوا في سجون التنظيم. صار الضغط عليهم والاختناق، حولوني من السجن هذا لمقر المحكمة. من مقر المحكمة كل ما يزيد الاختناق عليهم حولونا من مدرسة ثانية، من مدرسة لمدرسة، من مدرسة لمدرسة، يعني خلاص هم تشتتوا وضاقت عليهم الخناق يعني بالحرب هذه. خلاص طلعنا احنا قعدنا نتنقلوا من حوش لحوش، عمالنا يعني 11 نفر، احنا عمالنا من جنسيات الهندية ومن جنسية كورية، 2 هنود و3 كوريين والباقي المجموعة الثانية ليبيين. إنجاز جديد في شعبة قوات البنيان المرصوص، وعمل إنساني يحسب لهؤلاء الرجال. ويأتي هذا الإنجاز تزامنا مع قرب ساعة الصفر لتحرير آخر معاقل التنظيم في سرت، من أجل أن تعود الحبيبة سرت من جديد لأحضان الوطن بفضل عزيمة الرجال الذين يسطرون أسمى معاني الصمود والانتصار في معركتهم مع تنظيم عاث في أرض المسلمين فسادا. قتل أحد أفراد القوة الثالثة بمنطقة وادي اللود جنوب البلاد وأصيب آخر، فيما أفادت مصادر عسكرية لقناة ليبيا بانوراما أن مفرزة تابعة للقوة الثالثة كانت تستطلع المنطقة، حيث قامت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم الدولة بإطلاق النار على الدورية، مما أسفر عن سقوط عنصر وإصابة الآخر، فيما نجا 2، وذلك بحسب ما ورد من المصدر. أكد مراسل قناة ليبيا بانوراما في درنا استهداف طيران حفتر المدخل الغربي عشية السبت، مشيرا إلى أن الغارة أصابت مزرعة أحد سكان المدينة دون وقوع أي خسائر بشرية. ويذكر أن درنا تعاني منذ أشهر حصارا فرضته قوات حفتر على المدينة، تسبب في نقص حاد في السلع الغذائية والسيولة والوقود. أصيب 5 أشخاص في بنغازي بجروح متفاوتة أمس الجمعة جراء انفجار سيارة مفخخة قرب تجمع للمتظاهرين بالساحة العامة بمنطقة الكيش وسط المدينة. ذكرت مصادر صحفية أن السيارة انفجرت أثناء تجمع عشرات المواطنين الداعمين لحفتر، مؤكدة أن مكان الانفجار يخضع للسيطرة الكاملة للأجهزة الأمنية والقوات العسكرية لقوات ما يعرف بعملية الكرامة. خرج عدد من الكتائب والوحدات العسكرية بالعاصمة طرابلس في استعراض عسكري، حيث جابت القوات أحياء ومناطق طرابلس الكبرى. ويأتي الاستعراض للرد على كافة من ينادون لإدخال العاصمة في حالة من الفوضى. المزيد في سياق هذا التقرير. المسلحة الآن في هذه اللحظات قريبة من باب الحرية في طرابلس، قريبة جدا من باب مدينة الزاوية، وستسمعون هذه الليلة أو غدا قبائل ولاد صقر والقبائل الأخرى في تلك المنطقة تتحرك معنا اليوم. بعد التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم قوات حفتر وانتشار بعض الإشاعات والتي كان مصدرها صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية حول وجود قوات تابعة لخليفة حفتر على مشارف العاصمة طرابلس، وذهب البعض بعيدا ليرسم في مخيلات متابعيه ومشاهديه أن الخطط وضعت والمحاور قسمت والقوات جهزت لاقتحام العاصمة، وهذا إن حصل لن يصب إلا في زيادة ما يعانيه أهالي طرابلس خاصة وليبيا عامة من أزمات. ولكن الرد كان سريعا مبددا تلك الأوهام، فخرجت الوحدات العسكرية التي كلفت سابقا بحماية العاصمة لتنفي تلك الإشاعات، وتؤكد أنها ماضية قدما في تأمين العاصمة وحمايتها وإبعادها عن أي تجاذبات سياسية أو عسكرية، وأن أمن العاصمة ومواطنيها لا يقبل النقاش.
بهذا العرض العسكري الذي شاركت فيه عدد من الكتائب العسكرية في طرابلس، أوصلت رسائل واضحة لكل من ذهب به فكرة إلى أن العاصمة ستكون لقمة سائغة، مخططاتهم باءت بالفشل قبل أن تبدأ. وليستمر الحال على ما هو عليه في انتظار أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بدورها في تخفيف ما يعانيه المواطن بشكل شبه يومي من أزمات الكهرباء والسيولة المصرفية وغيرها من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن والوطن. مشاهدين، هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. مواطنون يغلقون الطريق السريع قرب منطقة البيفي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. 3200 مهاجر يلقون حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط الشهر الجاري. نتمنى تصفى القلوب وتعود المحبة بين الناس زي السابق. رسالة نوجهها لكافة الليبيين، إخوان الليبيين في جميع المناطق، إلى التسامح والحب والمواقاة. نصيحتي لنفسي ولكل الإخوة أن يسعى كل منهم في الإصلاح، فهذا هو واجب الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على دينه وتقواه، وإحنا إن شاء الله ربي يلمهم للشمل، والله يوجع فينا اللي يموت واللي دعا. نلموا شملنا، نتسامحوا، ننسوا اللي فات ونبدو من جديد. ملتقى المصالحة بنالوت يختتم فعاليته وسط خلافات حادة، والمخزوم يقول إن الاتفاق السياسي هو الفرصة المتاحة. ومقتل أحد أفراد القوة الثالثة وإصابة آخر بعد تصادم مع عناصر تنظيم الدولة بمنطقة وادي اللود. طيران حفتر يستهدف مزرعة أحد المواطنين بمدينة درنا دون وقوع أي خسائر بشرية. أهلا بكم من جديد. تعيش العاصمة طرابلس أجواء من الاحتقان الشعبي بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار ونقص السيولة وأزمات عديدة زادت من الحمل على كاهل المواطن دون وضع حد لها. التفاصيل في هذا التقرير. احتياجات يومية وأساسيات للحياة يفقدها المواطن الليبي ويعيش في ظل نقصها. انقسام وصراع سياسي أودى بالبلاد إلى منعطف الخطر، فكانت تداعيات الأزمة السياسية على المواطن بالدرجة الأولى بين مشقة الحصول على قوت يومه وبين ظروف معيشية صعبة. فبعد أن تمخض عن حوار برعاية أممية جسم توافقي، لم يستطع حتى الآن وضع حد لهذه الأزمات في ظل تعنت أطراف الليبية وعرقلة سير الاتفاق بطريقة أو بأخرى. مضى الوقت وبلغ مع المواطن السيل الزبا، حيث تعيش العاصمة طرابلس أجواء من الاحتقان الشعبي نتيجة استمرار المعاناة اليومية في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية، إذ خرج عدد من المواطنين وأغلقوا الطريق السريع شرق طرابلس قرب الإشارة الضوئية بمنطقة البيفي احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية، مطالبين في السياق ذاته كافة الجهات المسؤولة بالتدخل ووضع حد لهذه الأزمات. من جهتها أوضحت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق أن زيادة ساعات طرح الأحمال جاءت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعجزا في قدرة الشركة الإنتاجية، مما ساهم فيما آلت إليه الأمور الآن. ويبقى المواطن في هذا الموقف رهن أزمات سياسية لا زال يدفع ثمنها حتى يومنا هذا.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف فرج عشيبة، المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المكلف. أرحب بك سيد عشيبة معنا هنا في هذه النشرة. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام سيد عشيبة. يعني أسباب ازدياد طرح الأحمال وساعات طرح الأحمال تصل إلى ما فوق 10 ساعات، ما سببها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لطرح الأحمال هذا موضوع طبعا القديم الجديد. موضوع طرح الأحمال له علاقة بإنتاجية الطاقة الكهربائية بالنسبة للشركة العامة للكهرباء، وكذلك ارتفاع الأحمال كطلب على الطاقة، حيث تبلغ قيمة الفرق ما بين المنتج من الطاقة الكهربائية والمطلوب لتغطية الأحمال كافة في ربوع البلاد حوالي 1000، الفرق ما بين الإنتاج والمطلوب للتغطية هو حدود 1400 ميجا. نعم. طيب يعني هل توصلتم إلى حلول إلى 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 هذه المشكلة؟ بالنسبة للحلول، الحلول هي عبارة عن حلول وقتية وكذلك حلول متوسط الأجل أو قصيرة الأجل وحلول طويلة الأجل. بالنسبة للحلول الوقتية تتمثل في برنامج طرح الأحمال بما يكفل المحافظة على المنظومة الكهربائية عاملة بدون توقف والمحافظة على مكونات الشبكة، وهذا طبعا تضطر إليه الشركة العامة للكهرباء آسفة، لأنه لا حل آخر في هذا الوقت، حيث هذه القيمة من العدد لا يمكن حل مشكلتها إلا عن طريق طرح الأحمال على بعض المناطق التي يمكن أن تفي بالقيمة اللي تعتبر فرق. طيب بالنسبة للحلول، الحلول المتوسطة أو الحلول طويلة الأجل لا تتأتى إلا من خلال إتمام المشاريع القائمة التي تقوم الشركة العامة للكهرباء بالإشراف عليها من ناحية التنفيذ، وهذا طبعا له علاقة بالوضع الأمني في الدولة عموما وكذلك عزوف الشركات الأجنبية عن الرجوع للبلاد. طيب واستئناف الأعمال. سيد عشيبة، بعيدا عن الوضع الأمني، ما ردك على من يقول أن عملية طرح الأحمال لا تتم بالتساوي مع المدن المجاورة لمدينة طرابلس؟ باختصار شديد، عملية طرح الأحمال هي عبارة عن قطع الكهرباء عن مناطق بقيم تتلاقى في الحصيلة أو في الناتج النهائي بالقيم الفرق ما بين المنتج والمطلوب، وهذه لا تتأتى إلا عن طريق طرح بعض الخطوط والتي قيمها قد تصل إلى 50-80 ميجاوات 100 ميجاوات، في الحاصل في النتيجة النهائية يكون رقم يفي بالغرض بحيث أن يتم المحافظة على الشبكة الكهربائية والمنظومة عاملة بدون توقف. بدون طرح الأحمال ستكون هناك مشكلة كبرى على مستوى الشبكة، وستقع الشبكة في مشاكل فنية وربما يحدث حتى إظلام تام على مستوى البلاد. طرح الأحمال تهدف الشركة من خلال برامجها في طرح الأحمال إلى التساوي، بغية أن يكون هناك طرح أحمال متساوي بين المناطق، ولكن تحدث هناك طبعا خروقات وتحدث هناك عزوف بعض المحطات عن الفصل، ويحدث هناك اعتداءات على بعض المحطات في حالة طلب الفصل منهم، فيستمر تمداد الطاقة الكهربائية في بعض المناطق دون مناطق أخرى، ممكن مناطق ينقطع الكهرباء لفترات أطول من الفترات التي تنقطع المناطق الأخرى، وهذا طبعا في معظم الأحوال أو في معظم الحالات هو خارج عن إرادة الشركة وخارج عن سيطرة الشركة. نعم. طيب أخيرا سيد عشيبة، يعني لا وقت محدد لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء معاناة المواطن؟ الشركة العامة للكهرباء لا تشتغل وحدها في هذه الدولة، يجب أن يكون هناك دور للمؤسسات الدولة مع الشركة العامة للكهرباء في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذا يتأتى من خلال برامج وقتية تتم حاليا وبرامج. مثل ماذا هذه البرامج؟ البرامج هي عبارة عن تركيبات لوحدات جديدة سريعة التركيب تعطي قدرات إنتاجية تفي بالغرض المطلوب، وخاصة في منطقة العاصمة طرابلس. نعم. ما الذي يعيق تركيب هذه الوحدات؟ الذي يعيق تركيب هذه الوحدات هو اعتماد المشاريع من المؤسسات، من ديوان المحاسبة، من مصرف ليبيا المركزي، من المؤسسات السيادية في الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي، وكل الأمور أو كل المؤسسات التي لها علاقة بهذا الموضوع. الشركة العامة للكهرباء تشتغل من خلال مشاريع تقوم أساسا على اعتمادات بالعملة الأجنبية، وتقوم على أساسا على تعاقدات مع شركات أجنبية، لا تشتغل وحدها شركة عامة للكهرباء، بل تشتغل في حلقة من حلقات هذه المؤسسات، ويجب دعم الشركة العامة للكهرباء في هذا المنوال
بداية من إنشاء تركيبات جديدة بمشاريع استعجالية تنقذ الوضع، وانتهاء بالتفاوض مع الحكومات الأخرى في استكمال المشاريع التي هي متوقفة الآن، مثل الحكومة التركية ومثل الحكومات الأخرى اللي هي الكورية وغير الحكومات هذه اللي هي الآن موظفينها أو شركاتها عازفة عن القدوم لليبيا لغرض إتمام هذه المشاريع. المدير التنفيذي للشركة العامة لكهرباء المكلف فرج عشيبة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط من بينها ليبيا مدمرة بسبب النزاعات والحروب وأزمات اللاجئين. وأضافت لاغارد أن على دول المنطقة العمل قدر الإمكان على الحفاظ على عمل المؤسسات الاقتصادية ومنح الأولوية للنفقات المخصصة لإيواء الفئات الأشد هشاشة وحمايتها، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التصدي للتضخم والإبقاء على احتياطات نقدية كافية. هذا وسيعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا الاثنين المقبل في الأمم المتحدة حول هذه المسألة. أعلن المفوض الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن روسيا لا تخطط لفتح سفارتها في ليبيا لاعتبارات أمنية، ولا يوجد حاليا أي تواجد دبلوماسي عسكري لروسيا في ليبيا، مؤكدا بأن روسيا لا تنوي حاليا استئناف ذلك. الجدير بالذكر أنه قد تم سحب البعثة الدبلوماسية الروسية من العاصمة طرابلس في أغسطس 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد. احتفلت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بانتهاء الدورة الثالثة التي نظمتها حول المسح غير التقني، والتي كللت بتدريب 10 ليبيين من صنف الهندسة العسكرية يشتغلون في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام. وقد حضر حفل التخرج العقيد محمد الترجمان مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب وممثلين من المجتمع الدولي. وجرى خلال هذه الدورة التي مولها الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وتدريب فرق على طرق المسح ليتمكنوا من تحديد المناطق ذات الخطر المؤكد والمحتمل وتلك الخالية من مخلفات الحروب القابلة للانفجار. أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي عن عدم رضاه عن نتائج القمة الأوروبية غير الرسمية في العاصمة السلوفاكية براتسلافا، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة. وقال رينزي بأنه من الأحرى أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع الدول الإفريقية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير النظامية بدلا من أن نوقعها نحن، مضيفا أنه سيكون أفضل بكثير إن تحركت أوروبا كمنظومة موحدة. أيد وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون فكرة إعادة مراكب المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا لمنعهم من الوصول إلى إيطاليا، وذلك في إجراء قال إن له أثر رادع. أضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك في فلورنسا مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني أن هناك عددا هائلا من المهاجرين يتوفدون إلى إيطاليا، مؤكدا تصميم المملكة المتحدة على مساعدة إيطاليا. ويذكر أنه منذ عام 2014 وصل أكثر من 450 ألف مهاجر إلى سواحل إيطاليا. مدينة صبرات الساحلية هي المحطة الأكثر شيوعاً لالتقاء المهاجرين الذين حاولوا العبور من ليبيا في الأشهر القليلة الماضية. معظم المهاجرين الذين يطمحون في الوصول إلى أوروبا بالقوارب عبر المتوسط يتجهون إلى إيطاليا مباشرة، حيث سمحت سنوات من الاضطرابات السياسية والصراع المسلح برواج نشاط شبكات تهريب المهاجرين. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وصل أكثر من 120 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام الحالي، بزيادة طفيفة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2015. ومعظم أولئك الذين يتمكنون من دخول المياه الدولية تقوم سفن إنقاذ أوروبية بانتشالهم، فيما تقول أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية إنها أعادت أكثر من 11 ألف مهاجر. ووفقاً لآخر إحصائية حول المهاجرين،
فإنه حتى السادس من الشهر الحالي لقي حوالي 3200 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط. شرعت إدارة خدمات النظافة العامة في مدينة ترهونة في حملة نظافة مكثفة بعد عيد الأضحى المبارك شملت كافة شوارع وأحياء المدينة. الزميل محمد شاكير كان هناك وأعد لنا هذا التقرير. النظافة من الإيمان، لا سيما خلال أيام عيد الأضحى المبارك. تحت هذا الشعار أطلقت إدارة الخدمات العامة ترهونة حملة نظافة مكثفة لأحياء وشوارع المدينة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. بداية واليوم من عيد الأضحى المبارك قمنا بحملة نظافة داخل مدينة ترهونة لليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك. اليوم بعون الله العمالة الأجنبية حتقوم بتسديد مرتباتها بعون الله. بجهود الخيرين تم توفير مبالغ مالية ستصرف كمرتبات للعمالة الأجانب بالإدارة. أما موظفي الإدارة الفعليين بمكاتبها الستة فإنهم ما يزالون ينتظرون صرف مرتباتهم المتأخرة منذ عدة شهور. إدارة خدمات ترهونة تتكون من 6 فروع، مكتب خدمات ترهونة ومكتب خدمات الخضرة، مكتب خدمات الدوون، مكتب خدمات القصاعة، مكتب خدمات سوق الجمعة، مكتب خدمات سيد الصيد. نقول لهم كل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم على المجهودات التي قمتم بها. على الرغم من كل الصعوبات التي تواجه إدارة خدمات النظافة بترهونة إلا أن ذلك لم يثني من عزيمة موظفيها والقائمين عليها في خدمة مدينتهم. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهون. احتضنت منطقة براك الشاطئ المهرجان الأول الفروسية، حيث حظي المهرجان بحضور غفير ولقي اهتماما واسعا من خلال مشاركة فرسان من مختلف المدن والمناطق الليبية. المزيد في سياق هذا التقرير. فعاليات المهرجان الأول الفروسية انطلقت بمنطقة براك الشاطئ جنوب البلاد بمشاركة عدد من المدن والمناطق الليبية تحت إشراف عقد فرسان الشاطئ المركز. مهرجان رائع، مهرجان بسم الله ما شاء الله، مهرجان كويس، مهرجان بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يهنيكم. المهرجان الذي حظي بترحيب واسع من الفرسان بمختلف مكوناتهم الاجتماعية أكدوا أنهم لن يتسابقوا في هذا المهرجان إلا لشيء واحد، وهو لم شمل الليبيين جميعا. نهني جميع الأعقاد، أعقاد الجنوب وأعقاد الساحل بالكامل، وأسأل الله العظيم أن لم شمل الليبيين إن شاء الله، ونعيد على كل الليبيين ونقول لهم كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك، وإن شاء الله من عيد العيد وإن شاء الله ديما طيبين إن شاء الله. المهرجان شهد كذلك إلقاء الكثير من القصائد الشعرية والرثاء الشعبي حول الوطن والخيل والمحبة والتسامح. إيمانا منهم بأن درنا هي رائدة المسرح الليبي، وأن تقدم الشعوب يقاس بمقدار الفن الذي يقدمه فنانوها، أقيمت على خشبة المسرح الوطني بمدينة درنا مسرحية بعنوان الفيل يا ملك الزمان، وذلك لمجموعة من الطلاب. المزيد في سياق هذا التقرير. رغم كل شيء تبقى درنا بلد الثقافة والفن والمسرح والإبداع. عمل مسرحي بعنوان الفيل يا ملك الزمان قام بأدائها تلاميذ مدرسة الأوائل للتعليم على خشبة المسرح الوطني بالمدينة، كتجربة مسرحية هي الأولى من نوعها بالنسبة للطلاب في عمل يحاكي الواقع الذي تعيشه مدينتهم. اسم الفيل يا ملك الزمان هي يعني نحكوا على وضعنا توا اللي نحن فيه في دارنا، كيف ما صار في عقاب المدن الأخرى، يعني في الدمار اللي نحن فيه، هذا نحكوا عليه نحن والفقر، وإن شاء الله يعني تعجب الجمهور والناس. الفيل يا ملك الزمان مسرحية للكاتب السوري عبد الله ونوس، قام بإخراجها وتدريب التلاميذ عليها المخرج الليبي أحمد الحصادي.
المسرحية تحكي قصة ملك ظالم له فيل مزعج يرمز للقوة والبطش والجبروت، وتعد المسرحية تجربة ناجحة بحسب الحضور ونقاد العمل الأدبي، كما وجهت لفريق العمل دعوة للمشاركة في مهرجان مسرحي بالقاهرة. طبعا سعد الله والنوس طبعا مؤلف هذه المسرحية، مسرحية الفيل يا ملك الزمان، طبعا أساسها ليبي الفكرة، طبعا أساسها فيه جمل كان عايش في الأرض فسادا وصاحبه مسؤول كبير، فأخذها سعد الله والنوس، خذ هذه المسرحية وسماها بفيل يا ملك الزمان. أنا كنت من ضمن الجمهور وكانت مسرحية سمحة، ويعني هم اختاروا من المسرحية هذه، هي كانت اعتبارا للفيل كأنه زي عندنا، زي كأنه تكوين داعش عندنا. هذا العمل استغرق 100 يوم من التدريبات على خشبة المسرح الوطني، قدم خلالها الطلاب كل طاقاتهم في سبيل إيصال رسالة مفادها أن الطفل الليبي قادر على تقديم أعمال متميزة رغم الإهمال الحاصل بحقهم نتيجة كل الظروف. بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ملتقى المصالحة بنالوت يختتم فعالياته وسط خلافات حادة، والمخزوم يقول إن الاتفاق السياسي هو الفرصة المتاحة. ومقتل أحد أفراد القوة الثالثة وإصابة آخر بعد تصادم مع عناصر تنظيم الدولة بمنطقة وادي اللوت. طيران حفتر يستهدف مزرعة أحد المواطنين بمدينة درنة دون وقوع أي خسائر بشرية. في أمان الله.